إذن مشاهدينا ومتتبعينا على الصفحة الرسمية شوف تي في، مساء النور عليكم، أمسية سعيدة، ندخل عليكم بالصحة والسلامة والعافية، ونعاود نقول لكم سنة سعيدة واخا قرب النهار يسالي، ونقول لكم الله يدخل علينا إن شاء الله علينا وعليكم هذا العام بالصحة والسلامة والعافية وطول العمر، ويكون إن شاء الله بشرة خير هذا العام باش ننساو المآسي اللي عشناها في 2020. إخواني مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، كما كتشوفوا الأجواء هنا بمدينة فاس الحمد لله الجو ممطر وخا كاين البرد بزاف اللهم لك الحمد، وقسها اللي جا فوق تمام الظلام. تحية لكم خالصة من القلب، يلا قولوا لنا وطلعوا معنا كيفاش دوزتوا أول نهار من 2021. سيمو عليكم السلام خويا، تحية لك خويا سيمو، كيفاش دوزتي نهارك خويا سيمو؟ تبارك الله عليك اخويا سيمو، تحيه ليك. طلعوا معنا الاخوان وبارطاجيو، قولوا لنا كيفاش دوزتوا نهاركم اول نهار من 2021 هاد السنه ان شاء الله اللي جات بالاول نهار بالجمعه المباركه الحمد لله صلينا فيها ودعينا باش ربي يهز علينا هذا الوباء. تحيه من طنجه اخي الكريم، الله يرحمنا ويرفع علينا هذا الوباء والبلاء يا رب العالمين، وحفظ جميع المؤمنه المسلمه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دادو دابو رشيد. تحيه لك اخويا رشيد اللي يدير اخوتي كومونتير، الله يجازيكم بخير. دينا من المدينه باش نعرفوا الاخوه اللي متبعينا هنا على قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا وتبارك الله عليكم، وتحيه خالصه للقلب لجميع محبي قناه شوف تي في. دوس الحمد لله خويا يوسف، تحيه لك اخويا الحمد لله، الله يدخل عليك انت هاد السنه بالصحه والسلامه والعافيه وطول العمر اخويا يوسف، تحيه لك. تحيه الناس سريج قناوه اخويا عبد الله، تحيه ليك، وتحيه الناس سريج قناوه وصاب الورد وعين النقبي وجنان الدرادر وجنان العالمي وكل مناطق المدينه العتيقه بمدينه فاس. بوشا العزوزي السلام عليكم، تحيه ليك اخويا بوشا، عليكم السلام، منورنا اخويا بوشا، تحيه ليك وتحيه لكل متتبعي قناه شوف تي في. طلعوا معنا الاخوان وقولوا لنا كيفاش دوزتوا هذا النهار، كما كتشاهدوا في هذه الاثناء زخات مطريه هنا بمدينه فاس الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يعطيه لنا على قد النفع. وكما كنقول لكم بان مدينه فاس دابا راه فيها البرد بزاف، باش اللي جاي لمدينه فاس يحاول يجيب المونطو ديالو. مرحبا بكم اخواني مشاهدي متتبعي قناه شوف تي في. خويا سليمان تحيه لك اخويا سليمان، انت ميسي ديال شوف تي في، تبارك الله عليك ديما حاضر ناضر معايا، تحيه لك خالصه من القلب خويا سليمان الوهبي. مرحبا الاخوان منورينا، جولة خفيفة طريفة في هذا المساء بمدينة فاس العاصمة العلمية، نشوفوا الشوارع كيفاش دايرة الحمد لله الأزقة، الحمد لله الأجواء رائعة كما كتشاهدوا كل الأضواء هنا. سليمان وهبي تحية لك أخويا سليمان، بشرى العزوزي تحية لك أختي، كيفاش دوزتي النهار ديالك اختي بشرى؟ تحيه لك خالصه من القلب. كما تشاهدوا مشاهدي متتبعي قناه شوف تي في، حنا الان كنتواجدوا في الاطلس، اللي كيعرف الاطلس يطلع معنا ويقول لنا شنو كيعرف في الاطلس. عزيز تحيه لك اخويا، الحمد لله دوزتي على خير وبخير، الله يحفظك اخويا عزيز، الله يتمم ما بقى على خير وبخير، وتمم ان شاء الله هذه السنه تدخل علينا كاملين بالصحه والعافيه وطول العمر. تحيه لك وتحيه الناس بني من لالا، تحية خويا عزيز. طه تحية لك اخويا طه، سيمو انت كذلك تحية لك خالصة من القلب، منورنا خويا سيمو، منورنا الاخوان، منورنا تبارك الله عليكم. راك في الاطلس خويا سي محمد، هي عاد تسو دابا راني طالع على جهة تراكس فرو، اللي كيعرف فاس مزيان راه المنطقة اللي نقول الشارع اللي نقول راه يعرفني علاش كنتكلم. دابا في هذه الحالة في هذه الأثناء حنا طالعين إن شاء الله بإذن الله لتراكس فرو،
يلا اخوان طلعوا معنا السيمو، تحيه لك اخويا السيمو الروبيو منور. طلعوا معنا اخوان نقول لنا كيفاش دوزتي اول نهار من 2021. خربوش لمياء، تحيه لك اختي خربوش، تاتي تبارك الله عليك ديما حاضره نهضره معنا، تبارك الله عليك منورانا ومنشطانا وتبارك الله عليك، وديما كنلقاك حاضره في الاراء ديالك وفي لي كومونتير ديالك، تبارك الله عليك وتحيه خالصه من القلب. اخويا عبد الله ليلى سعيده، تدخل علينا كاملين بالصحه والسلامه والهنا يا ربي. تحيه من تيزنيت العربي، تحيه لك اخويا وتحيه الناس تيزنيت واهل تيزنيت، الناس المنورين دائما حاضرين معنا، دائما كل المدن المغربيه حاضره معنا بالاخوان ديالها، تبارك الله عليكم وتحيه خالصه من القلب. تازا كذلك حاضره، يويو تحيه لك اخويا، وداد عليكم السلام اختي شاميماء الطنجاويه، وتحيه الناس الشمال، تحيه امطار الخير خويا، تحيه لك محمد خويا تبارك الله عليك، تحيه لك اخويا محمد من تنغير، تحيه لك الحبيب. طلعوا معنا الاخوان قولوا لنا كيفاش دوزتي اول نهار من 2021. الحمد لله داز هانيه، اللهم لك الحمد. تحيه لكل المغاربه وانفاس من فلسطين، احبكم في الله. تحيه لك اخويا شيماء الطنجاويه، تحيه لك اختي شيماء، وتحيه للناس الشمال، توحشنا الشمال صراحه. الله كيدير الجو عندكم، كاين شي شتا اللي عنده شي كيدير الجو، اللي كيعرف الجو كي داير يخبرنا ويعلمنا ويقولنا شنو كاين، واش كاين الشتا، واش كاين البرد، واش كاين الضباب. طلعوا معنا الاخوان نورونا، الله ينوركم. شيماء سنه سعيده عليك اختي، تدخل بالصحه والسلامه والعافيه وطول العمر عليك وعلى جميع المسلمين. خويا عبد السلام بركة عليك، اخويا عبد السلام يا الفراش، تحية لك اخويا عبد السلام، مرحبا اخويا عبد السلام. تا الفراش مزيانة، ما عندك فين تمشي، البرد خليك محشي فراش، ما عندك لا خدمة لا والو، اصلا عطلة هذا النهار. تحية لك وتحية لكل العاملين في كل القطاعات، تبارك الله عليك الحمد لله داكشي اللي بغينا. تحية لك اختي شيماء منورانا، تبارك الله عليك. خويا عزيز حفظك الله ورعاك، خويا عزيز عبد الله، تحيه لك اخويا عبد الله محمد، سنه سعيده خويا، تدخل عليك بالصحه والسلامه. هذه راها فرصه الحمد لله، ونستغلوها بعضياتنا باش نوصلوا غير الرحيم مع الاخوان والاحباب اللي كيحبونا واللي كيتبعونا على قناه شوف تي في، نقول لهم سنه سعيده وتدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر. معك يوسف خويا، تحيه لك اخويا يوسف من جديده، قال لك دوز هذا النهار واعر، يا ربي خليك ديما واعر واعر ولوز وزاز ونقع. تحية لك أخويا يوسف. كازا فيها الشتا، تحية لك أخوتي، مرحبا كازا، قال لك فيها الشتا، الله يرحمنا ويرحم جميع المسلمين، ورويها مولانا وعطيها لنا على قد النفع. حنا كنبغيو غير الوسط، ما كنبغيوش بزاف ما كنبغيوش قليل. يلا طلعوا معنا الاخوان بارطاجيو، قولوا لنا كيفاش دوزتي هذا النهار، هذا اول نهار من 2021، بشرة خير الحمد لله ومتفائلين بها ان شاء الله. ربي يزال لنا هذا الوباء، والحمد لله كما قلت لكم جات اول نهار بيوم الجمعه، وهذا فخر واعتزاز وتفاؤل لنا جميعا. تحيه ليك اختي غيتا، تحيه ليك انور من كازا، تحيه ليك اخويا انور، وتحيه لكل سميه سميتها انور، كل اخوان سميتهم انور، تحيه لكم خالصه من القلب. حاج انوار حاج المسكيطي، تحيه لك خالصه من القلب. تحيه اخويا متيزنيت العربي، تحيه لك اخويا العربي محمد بوكليس من مليليا، تحيه لك وتحيه للناس مليليا وتحيه للناس سبته، تبارك الله عليك الحبيب. تحيه خالصه لكل المغاربه داخل ارض الوطن وخارج الوطن، تحيه لكم خالصه. البيت تحيه من فاس مدوزه طوب، تحيه لك اخاي، الحمد لله الحمد لله اللي دازت عندكم طوب اخويا، مرحبا السي محمد، تحيه لك من السعاده، تحيه لك اخاي، نهار زوين الحمد لله، الله يدخلوا علينا ويكمل ان شاء الله هذه السنه تدخل علينا وتفدي لنا مضاع من 2020. راه كما قلت لكم 2020 الحمد لله عليها، ولكن راه داز شويش قاصحه علينا، داز قاصحه على الامه، داز قاصحه على العالم، داز قاصحه على الناس الضعفاء، داس قاصحه بزاف 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 على العاملين في القطاع ديال الحفلات، في الحمامات،
نتمنى ان شاء الله ربي يوسع علينا هذا الكرب دغيا باش الامور ترجع لحياتنا الطبيعيه وترجع المياه لمجاريها وكل شيء ان شاء الله يولي كما كان، باش تعرفوا بان النعمه راه كنعطيها لنا الله النعمه وما كناش حامدين عليها، ولاني الحمد لله تعلمنا وخدينا درس وعرفنا بان ربي كان وهبنا واحد الحياه اللي خصنا نحمدوا عليها الله، وديما الحمد لله ونشكروه واخا يوقع اللي وقع. تحيه لكم خليصه من القبيله. يلا الاخوان طلعوا معنا وتقولوا لنا كيفاش دوزتوا اول نهار من 2021. وداد تحيه لك اختي وداد، انوار تحيه لك اخويا، وكما قلت لك تحيه لكل واحد سميتو انوار تبارك الله عليكم. عزيز تحيه لك، نهار زوين داز الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يزين ايامك دائما اخويا عزيز وتكون منوره وتكون ديما طب ونقعه. تحيه لك الحبيب. يلا طلعوا معنا الاخوان وبارطاجيو وخليو الاخوان الاخرين حتى هما نصلوا معاهم الرحم ونقولوا لهم سنه سعيده ونتمنى وندعو معاهم باجمل المتمنيات ان شاء الله باذن الله السميع العليم، يدخل عليهم هذه السنه بالصحه والعافيه وطول العمر. تحيه ليك خويا سعيد الباسطي، مرحبا خويا، تحيه ليك. انوار شكرا اخي، نور طريقك انت اخي انوار، وتحيه ليك اخي انوار، منورنا خويا انوار ومنورنا كل متتبعي قناه شوف تي في محبيها، تبارك الله عليكم، راكم نتوما هما المعدن الاصيل ديالنا. خويا سعيد محي بغى يتزوج راه خلى لكم النمره، اللي بغى يتزوج راه ساعي، لا شوف خويا سعيد الا بغيتي تتزوج خويا سعيد محي، اللي بغى سعيد محي يتزوج راه النمره خليها في الكومونتير ولين يكون معقول، الله يسهل عليك شي بنت الناس. هادشي اللي ندعي معاك انا في هذه الليله مباركه مسعوده، ولا درتي العرس عرض علينا راه 2021 ان شاء الله العرس يكون فيها وما تبخلش علينا، عرض علينا وعرض على كل مشاهدي قناه شوف تي في، حتى انتم راكم معروضين وانا اللي كنقول لكم راكم معروضين، لان نكون انا هو الوزير ديال سعيد ان شاء الله ما نجبروا له المراه. تحيه لك خالصه من القلب خويا سعيد وكل الاخوان. وداد تحيه لك اختي وسنه سعيده للجميع، الله ينورك اختي وداد وينور جميع المسلمين. طلعوا معنا الاخوان بارطاجيو وقولوا لنا كيفاش داز عندكم اول نهار من 2021. 90% ديال الانسان هنا تقريبا كلشي قال داز عنده نهار طوب، نهار واعر، الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. عزيز تحيه لك اخويا، شكرا شكرا اخواني مشاهدي متتبعي قناه شوف تي في، شكرا على كل مجامله، شكرا على كل كلمه كتقولوها في حقنا، شكرا على كل حاجه كتمناوها. حتى حنا ما كنتمناو لكم غير الصحه والسلامه والعافيه وطول العمر، وتكونوا ديما مرتاحين وتكونوا منورين نتوما والاهل ديالكم والاقارب ديالكم والجيران ديالكم. خالد تحيه لك اخويا، سنه سعيده اخويا من الداخله، تحيه لك اخويا خالد من الداخله. هنا كاين البرد قارس طبعا اخويا، هذا وقسو ما يتلامش، حتى هنا بمدينه فاس العاصمه العلميه البارده الشرفه، البرده الحباب، توحشنا العراس والله. البرد يا الحباب كما قلت لكم هنا في فاس والله لا البرد، اللهم لك الحمد عليك اللي جات في ساعتها ما تتلام، الحمد لله على كل شيء. حنا كل شيء كيهلكنا، جا البرد كيهلكنا، جا الصيف كيهلكنا، ما عندناش مشكل، حنا ديما كنبغيو الوسط والحمد لله اي حاجه نتاقلموا معاها ان شاء الله. نتمناو لكل المغاربه ان شاء الله يكونوا ديما مرتاحين فرحانين ويكونوا ناشطين، هذا الشيء ما كنتمنى لكم في هذه الليله مباركه مسعوده اول يوم من سنه 2021. شيماء تحيه ليك، تحيه شيماء من طنجه، تحيه ليك اختي شيماء وتحيه لاهل الشمال، توحشنا طنجه، توحشنا مارتيل، توحشنا الفنيدق، توحشنا المضيق، توحشنا كل مدن الشماليه تبارك الله، مدن رائعه فيها البحر رائع، الناس ديالها رائعين بزاف بزاف. تحيه لكل طنجاوي كل شمالي بصفه عامه، جباله راكم طب رائعين تبارك الله عليكم، وكنحبكم لله. يلا الاخوان طلعوا معنا بارطاجيو، بغينا نعرفوا نهاركم ديال 2021 اول نهار كيفاش داز عند الاخوان، كيفاش داز عندكم، داز بخير في امان الله. نتمنى ان شاء الله كل الايام
ديال السنة تكون ديما عليكم بالسعادة والفرح والطمأنينة والستر ديال الله كما كنقولوا، الله يعطينا غير العفاف والكفاف والغنى عن الناس، هادشي اللي بغينا. تحية لكم خالصة، الدجاج محمر وداد بارك بالتغميرة تبارك الله عليك، هادشي علاش قد قيلتي هاد النهار على الدجاج محمر، صحتك وراحتك حقنا عند الله ولا معروضين عند شي نهار عرضي علينا. يلا الاخوان طلعوا معنا وبارطاجيو وقولوا لنا كيفاش دوزتيو يوم الاول من سنه 2021. تبارك الله عليكم، لي كومونتير بزاف، راه الاخ ديالكم سايك راه كنركز شويش على لي كومونتير ولاني ما ننساش بانني راني سايك، هادشي علاش ما كنقراش لي كومونتير، واللي ما قريتش التعليق ديالو كنطلب منه المسامحه، الله يجازيه بخير ولا يعاود يدير التعليق وتوال معين يجي ديك التعليق، مي كنوقف شي ستوب ديك الساعات نقراه ونوجهلو اجمل تحيه لاجمل واحد دار كومونتير، تحيه ليكم خالصه من القلب. شيماء راكي تبارك الله حاضره معنا تبارك الله، قالت لك طنجه فيها البرد، طبعا جميع مدن ربوع المملكه فيها البرد في هذه الاثناء، لان الوقت ديالو كما قلت لكم اللي كتجي في الوقت ديالها ما كتلامش، الحمد لله عليها والله يعطيها لنا لقد نفع اي حاجه، الشتي والبرد الصاد اللي جا من عند ربي مرحبا به، اللي جات من عند الله كنقولوا لها مرحبا. الرصيف تحيه ليك خالصه من القلب، الناس ديال الرصيف تحيه لاهل الرصيف. إذن مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في منورين تبارك الله، تعليقاتكم والله إلا مشوق نقرا التعليقات ديالكم، ولأني راني مركز لأن شويش كاين الطريق عامرة كنركز على السياقة، ولأني كنتحاور معكم. تحية ليك رد بال، تحية ليك أختي شيماء، تحية لأهل طنجة، تحية ليك أختي شيماء، شكرا بزاف حيت نبهتيني باش نرد البال للطريق، راني حاضي الطريق. سمحوا لي اللي ما قريتش لي كومونتير ديالهم، تحيه خالصه لرجال الامن اللي كيقوموا تبارك الله بالواجب في هذا البرد وكيقوموا بمجهودات جباره باش كيوقفوا على امن وامان ديال هذه البلاد، تحيه لهم خالصه. مساكن ما نعسوش البارح وحنا كذلك حتى حنا ما نعسناش معاهم البارح، وكنوجه لهم تحيه خالصه لكل السلطات الامنيه والمحليه والقوات المساعده كلهم، كنوجه لهم تحيه خالصه من القلب. هذا المنبر يلا طلعوا معنا الاخوان وبارطاجيو وقولوا لنا كيفاش دوزتيو النهار الاول من 2021 كما كتشاهدوا في هذه الاثناء. كما قلت لكم امطار الحمد لله هذا الخير بمدينه فاس العاصمه العلميه، الحمد لله الله يعطيها لنا على قد النفع، الله ينورنا وينور جميع المسلمين، الله يفتح لكم الطريق في الضيق. فاس العاصمة الذكية الله طلع معنا الاخوان نبارطاجيو، بغينا نعرفوا النهار الاول من 2021 كيفاش نازل عندكم، ناقشوا انا وياكم وندردشوا دردشه خفيفه ظريفه. نقرا التعليقات، وقفت هنا باش نقرا التعليقات ديال الاخوان تبارك الله عليكم. يوسف تحيه ليك مرحبا، حميد خويا تحيه ليك اخويا حميد، ما كاينه غير شيماء كاين حتى انت حاضر معنا اخويا حميد، تحيه ليك خالصه من القلب. راني وقفت دابا باش نقرا التعليقات ديالك اخوان ومحبي قناه شوف تي في، تحيه ليك الحبيب. اجي عندنا اخي للداخله، مرحبا بك اخويا خالد، انا نجي اخويا نجي للداخله ان شاء الله، ان شاء الله نجي عندك الحبيب. حسن تحيه ليك اخويا حسن، تحيه
حميد تحية لك اخويا حميد، انوار تحية لك الحبيب سليمان الوهبي. واش كاين شي ثلج في افران مازال اخويا اللي ولد افران ومعانا هنايا في اللايف يقولنا واش كاين ثلج في افران والنواحي ديالو. طلعوا معنا الاخوان وقولوا لنا اصحاب افران، ناس افران. يوسف نجي لواد فاس اخويا يوسف تحية لك. جون وايت تحية لك اخاي يوسف نجي لواد فاس، تحية لكم. اذا اخواني مشاهدي قناة شوف تي في تبارك الله عليكم، ديما منورين حاضرين معنا، ديما كتكونوا واجدين تبارك الله عليكم، خالصة من القلب تبارك الله عليك. نجي اخويا يوسف تحية لك انت عزيز اخي يوسف الله يحفظك تبارك الله عليك. اخويا يوسف كيفاش دوزتي نهارك اخويا يوسف؟ اول نهار من 2021 محمد من الفنيدق تحية لك اخويا. الناس كاسيا خو تبارك الله عليكم توحشناكم والله الا توحشنا، كتبرعونا تبارك الله ملي كنطلعوا عندكم الشمال، نطلعوا عندكم كاسيا خو منورين تبارك الله، كنشريو نتقداو من عندكم نديرو حويجات من عندكم، الله ينوركم ويفتح لكم الطريق حتى نتوما في الضيق. قولوا امين يا رب العالمين. انوار تحية لك الحبيب تبارك الله عليك اخويا انوار. حسدوني اخي ما ديهاش فيهم اختي شيماء، راكي تبارك الله حاضره نهضره معنا، هو راه كيدير كومونتير جوج ثلاثه ما قريتوش، واني راني رجعت عند خويا حميد وكنقول له تحيه ليك اخويا حميد، وتحيه الاخت شيماء، وتحيه لخويا يوسف، وتحيه لخويا انوار تبارك الله عليكم حاضرين معنا. شكرا جزيلا على التعليقات، شكرا جزيلا على التجاوب ديالكم الله يحفظك. يوسف منورنا اخويا يوسف، تحيه ليك اخويا يوسف نورنا تبارك الله عليك. اذا مشاهدي ومتتبعي قناه شوف تي في كما شفتي، ودربنا بكم جوله خفيفه ظريفه في هذا المساء ديال مدينه فاس كما شاهدتي. الاجواء الحمد لله رائعه هنا بمدينه فاس، كل شيء مرتاح، كل شيء بخير، الناس داس عندهم 2021 مرتاحين. يا ربي دوز علينا هذا الوباء باش الامور ترجع المياه المجاريه وترجع الامور الطبيعيه، وان شاء الله باذن الله هذا الشيء اللي غيكون ان شاء الله في 2021 متفائلين بها، عارفين بان ان شاء الله ربي غادي يهز علينا هذا الكرب. ويا ربي يا ربي لما تفاجئها وتفاجئها على الامه المسلمه. غادي نقول لكم مشاهدي متتبعي قناه شوف تي في، نضربوا لكم موعد اخر بث اخر مدينه فاس، ما تمشيو بعيد خليكم معنا، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.